السلام عليكم حبيباتي صحباتي اخواتي المتابعات. اليوم جيتكم بهذا العمل لا سيري تاع العروسه، راح ندير المخده اللي تحط فوق لاناب اللي درتو قبل باه تحني العروسه، نزينو بالكوردو هذا وبهاد الجالون وبهاد الاحجار هادو تاع المخدة، الاحجار هادو اللامعة هادو. وانا عندي مدة ملي قصيت هاد القطعة هادي تاع المخدة هادي، حطيتها ما حكمتها بالمقاقب بما تمشيش بيسكي ساتان توجور ساتان رويال. واني وجدت ديجا الخياطه بيسكي نورمالمون تتخيط بالماشينه، ولكن انا نديرها يدويه بيسكي انا ما لا علاقه بالماشينه ما نعرفش. ليسونسييل نبداو على بركه الله. 1 سنتيم 1 سنتيم نحيو هكا دي 1 سنتيم ونبداو نخيطو خياطه سامبل ما عندها الغرزة ما هذه هكا خياطة سامبل هكذا. نبدأ على بركة الله هذا العمل، نخيطوا هذه المخدة نخيطوها من حطيت الوجه على الوجه خاصة لي برقد لي فيه اللمعة الداخل وهذا الجهة الخارجية، ونبداو نخيطو قاعدين نخيطو هاني نخيط فيه حتى نخلص هذه المخدة كاملة. بون هاني بديت نخيط نديرها ساير داير ونرجع لكم. هاني وليتكم الفيديو بعد ما خيطت هذه المخدة ساير داير وخليتها لابارتي هذه باه ندخل فيها لاواط. هاي لاواط لاواط جبت كبة كاملة ها في الكبار، والسبا به نحشي هاد المخدة ولي في دار نخبيه ليسونسييل. عفوا درك نقلبو هاد المخدة نخرجوها هكذا نرجوها للوجه تاعها اللي عندها اللمعة فيها البغيونس هذا وجهها. عفوا بون نعدلو لها الحواف تاعها والقرون هادو تاعها، حنا نقولو القرون نديرو لها هاد نسميو لها هادو الجهات الأربعة الزوايا تاعها هكذا. شوفوا شوفوا مليح هكذا، وانا خليتها الجهة هذه حتى بعد نخيطها انفيزيبل خياطة انفيزيبل. ودرك هاني سويتها معاكم ودرك انا نعدلوها بيان. هذه هي المخدة تاعنا، درتها شوية كبيرة درتها مربع مش مستطيل كاري. ليسونسييل درك يعني سويت الجوانب هادو، ومن بعد كي نجي نحشيها نولي لكم الفيديو. هاني وليت لكم الفيديو رايحة نحشي هذه المخدة بلاوات هكذا. هكذا هذا لاوات طري على الكيف. شوفوا هك باهي يهبل، نحشيها مليح حتى هاد
لا بوينت هذه الزاويه هذه ها لازم تحشيوها مليح هكذا. نحشيها هاني نشارككم معايا في هذا العمل. ما هاني نصفت درك هاني نحشي فيها دوك بعد نولي لكم فيديو بعد ما نحشيها ونخلص. هاني وليت لكم فيديو بعد ما حشيت هذه المخده تاع العروسه وهاني قاعده ندير البوان هذا انفيزيبل باش تبان ماهيش مدايره. ها هكا تدخلوا جهه وزيدي جهه ديري الجهه هذه ودخلي في الجهه هذه وزيدي في هذه هكا هكا تحطي منه من بون. دوك نكمل الخياطه هذه ونولي لكم. هاني وليت لكم بعد ما خيطت الجهه هذيك اللي حشيت فيها ودرك راح نزينوا هذه المخده هكا نزينوها بهذو هذا العقيق ولا شي يسميوه هذا بون. ندخلو الإبرة منا من تحت نخرجوها هنا نخرجوها منا هكذا ونحطو هاد الخرز هذه الكبيرة ولا ما باليش كيف يسميوها وندخل نزيدو منين نزيدو ندخلو العكس نديرو من الأمام إلى الخلف ندخلوها منين الجهة هذه هكذا هكذا نجيبو بشوية نجيبو بشوية هكذا بعد نحطو الثانية هذه من الخلف ندخلوها في هذا العين تاعها ونزيدو نرجعو ندخلو الإبرة في الجهة اللي من هي هكذا نخفت هكذا. درك هاني راح نعدلهم مليح ونولي لكم الفيديو. هاني بعد ما لصقت هذا الخرز الكبير منا ومنا هاي جات تهبل ها بون. دوك نزيدو نزينوها بهذا الكوردون هذا الكوردون هذا الكوردون نسويلو الوضع الاخر نحيلو لي زايد شويه تسنسل هكا هكذا حيوه نحطلو شويه شمع باه يلصق مع بعضاه ما يتسنسرش هكذا نحطوه بون. نبداو على بركة الله نزينو هاد المخدة هادي تاع العروس نزينوها بالكوردون هذا طون سير طون في لارجونتي وهي في الابيض تخرج كذا
نسويه، وهذا تسمى بامي السنسرش. هكا نحطو له الشمع بالسيليكون توجو، انا الخدمه تاعي كل بالسيليكون. هكذا نزيد نكملو هادي هكا. كمل الشمع مليح بسكا. بون بهي، وبهذا الكوردون شوفوا زيما بدا يبان العمل تاعنا. شوفوا نديرو نزيد نكمل معاكم القرن هذا برك هكذا. شوفوا حتى هنا بون. هاني قاعده نكمل في هذا الكوردون ساير داير، ومن بعد نولي لكم للفيديو. هاني بعد ما بهيتها هذه المخده بالكوردون ساير داير، ها ساير داير. بون دوك نجيبو لي زابليك هادو ونحطهم كل وحده في الكوان هذا في الزاويه هذه. ها ها هذا هو، هادو هما لي زابليك هادو لي حن تاع لا سيري كامله. نحطو هنا بسم الله على بركه الله، ونزيدو الثانيه بيسك المخده لازمها كات كوتي، كات كوتي يتبهاو وما تحطلهاش هكا لا تبهيها ما تجي سانطا. نزيدو لها هادي هنا. بون هادي نزيدو لي كوتي لخرين، نزيدو هادي هادي هي المخدة تاع باه تحني العروسة، تحطي يديها كيجيو الحنايا يحنيولها. هذه هي، وكل وحده والموديل تاعها، وكل وحده والطريقه تاعها كيف تخدم. هذه الوحده والعمل تاعها كيف ديروا. ها حطوا هنا ثم هذا هو العمل تاعنا تاع اليوم. شوفوا شوفوا الجمال، شوفوا الأناقة، شوفوا هاي المخدة هكذا. ثم كاينين حيد يديروهم صغار، وكاينين حيد أنا درتها موين، ما هي كبيرة ما هي صغيرة. شوفوا زيما هذه من الجهة الأمامية لازم تتبهى بهادو لي زابليك، هي لي زابليك هادو. والجهة الخلفية تقعد عادي عندها غير الخرز هذه وخلاص، عندها الخرز منها تجي باهية ثاني، والبهة تاعها اللي بزاف تجي من قدام هكا. كي يجيبو الحنية هكا يحنيو يخرجوها مع لاناب، هاو لاناب تاعها، هاو لاناب هذا هو لاناب تاعها، تحطها على حجرها العروسة وتحطو هكا، ويا تحط يديها هكا ويحنيولها. المهم هذا هو العمل تاع اليوم، نتمنى ينال رضاكم وينال اعجابكم ان شاء الله. وما تنساونيش في اللايكات، وما تنساونيش في التعاليق، نحتاجو بالبزاف تعليق، التعاليق تاعكم يا لي فان تاعي القدم والجدد،
واللي يحب يشوف يشوف، والقدم ولاشتا المشاهدين اللي لاشتا مش ابوني مرحبا بكم. شوفوا العمل تاعي هاهو، عمل نظيف متقن الحمد لله. هذا هو العمل تاع اليوم. ما نطولش عليكم ونقول لكم سلام.